الاعضاء، خاص المغاربه يعرفوا علاش كنهضروا. الملف فيه الاعضاء، راه غادي تكون عصابه اجراميه هذه، راه الاعضاء شكون اللي حيد هاد الاعضاء ديال الناني تهامي وفين؟ فين تحيدوا؟ ها هما الاعضاء ديال الناني تهامي، راه ما تنكذبوش، ها هو 440، ها هما، ها هما الناني تهامي اللي كنهضروا عليه. هاد الدراري راه شكون اللي دار حيد اعضاء؟ وشكون اللي تستر على هاد الجريمه بهاد الحده؟ شكون هو؟ واش هذا ماشي مغربي؟ هذا راه مغربي داروا لي هاد الشيء، وطفل المغربي داروا لي هاد الشيء. واش كاين شي واحد غيبغي ولادو يديروا لي هاد الشيء وبغى يسكت؟ كيفاش هاد الشيء؟ علاش؟ السلام عليكم استاذ خيار زين محامي هاد الوضع. انا اليوم جيت لان خاصني نوضح الراي العام اشنا هو الميث ديال الناني تهامي، لانني شفت الميث هذا غفلوا عليه الصحافه، شفت بان بعض المنابر الاعلاميه ما كطلعش ام ديال الناني تهامي باش تظهر الحقيقه، كيجيبوا ناس اللي عندهم ما عندهمش حتى علاقه بهذه القضيه، ما عندهمش علاقه بهذا الملف، ما هما والديه، ما هما متورطين، ناس ما عندهمش ملف بين يديهم، ما هما محامين، كيطلعوا عند واحد المنابر اعلاميه اللي مو كتشوف داك الشيء اللي كتبغي تعيط عليهم، كيسدوا عليها. اذا هنا ما معنى هذا؟ لان حنا حان الوقت باش نهضروا على الحقيقه اللي غيشوفها الراي العام علانيه. ها هي جوج ديال الناني تهامي كتهضر، حنا ما نهضروش، حنا الجثة ديال الناني تهامي، ها هما الأعضاء ديال الناني تهامي محيدين، هادي تكوين عصابة إجرامية، ها هما الأعضاء ديال الناني تهامي محيدين، ها هو الراس ديال الناني تهامي، لأن المغاربة ما عارفينش بأن الناني تهامي راه قتلوا وحرقوا واحد من الأعضاء، راه فعلا حيدوا لي الأعضاء، ها هما الأعضاء، ها هما اللي كيحاولوا اللي خدام مسؤولين، 2009 حي علي بأن الأعضاء هي علاش خدمات خدام ميت ديال الناني تهامي، لأن ها هما التصاور، لأن الناني تهامي في 2007 ملي قتلوه، راه 13/7، 13/7 فاش قتلوه، ديك الساعة ملي قتلوه في 13/7 كونوا متيقني. اللي قتلوه في 13/7 ديك الساعة في 14/7 في 14/7/2007 ديك الساعة داو طبيبة الشريح حيدوا لي الأعضاء. طبيبة الشريح كتقول في الرابور ديالها بأن بناني تهامي الكور دي تخوي سون زوغان، يعني جسم مدمر بدون أعضاء، كانت طبيبة الشريح في 2007. خاصنا نجيبوا التحقيقات ديال 14/3/2007 ماشي ديال 3/4/2007. إذا عرفتي علاش؟ غنوريكم الفيلم كله كي داير، لأن الدرك الملكي من الوكيل العام المحترم اللي عطانا ذاك اللي عطاهم باش يديروا الخبرة باش يديروا معاينة ديال الجثة، وجاو كيبان مدربة مشات لديك الفيلا، اعتقلوا ديك الساعة حارس الفيلا وثلاثة الناس منهم تعتقلوا كانوا في الحراسة النظرية، ولكن ملي السيد الوكيل العام المحترم كان رابط الاتصال في الإنسانية للوكيل العام المحترم آنذاك، فما كنهضروش على 3/7، 3/7 تلقات الجثة مرة أخرى، لأنهم ملي حيدوا لي الأعضاء راه ما كانش داخل ديك الساعة الوكيل العام الملك، حيدوا لي الأعضاء ما داخل حتى شي واحد، ما علموهمش، مشاو حيدوا لي الأعضاء وكيل طبيبة التشريح صبنت الحوايج باش تخفي معالم الجريمة، إلا أن ما تخفاش فيهم وعطاهم 440. هذيك الساعه 14/3 راه ماشي 3/4، لان ملي بدات تخفاش معالم رجعوا لديك الفيلا، هي فاش قطعوا لي راسو حرقوه حطوه تما باش يحيدوا معالم جريمه، الا انهم عندنا في المحضر ديال الدرك الملكي راه ماشي 14/9، 3/4، حنا ما كنهضروش على 3/4، لان طبيعه الشيخ كتقول لك مدمر بدون اعضاء، كتقول لك زويون نقيق حيت صبنت الحوايج ديالو، اذا خاصنا يقولوا لنا فين كان بناني تهامي في 14/7 ماشي في 3/4، 3/4 لقات في الفرق، لقات في الدرك الملكي فؤاد مرزق مفحم مقتول يديه، هذا هو بناني تهامي. إلا أن هنا بان ليا كانوا الأعضاء، شكون اللي حيد بناني تهامي؟ شكون اللي حيد الأعضاء؟ هذا هو الميت ديال بناني تهامي، شكون اللي حيد الأعضاء؟ دوك الدراري قتلوه ياك، وشكون اللي حيد الأعضاء؟ حيد الأعضاء الكبار، لأن ما يمكنش الدراري بهذيك الحدة في ذاك السن غايجيو يحيدوا يديو واحد يحيدوا لي الأعضاء ويديو يرجعوا يحرقوه، ما لنا على هذا، ما لنا على هذا المشكل، ما لنا على ما كان لك لا والو، ما كانش، لان كان في خنشه ديال لامورك، كان في خنشه ديال لامورك، كان اللي قال باعتنا عليه في خنشه ديال لامورك بعد استئصال الاعضاء، لان طبيبه الشريح شافته المره الاولى ملي كان باقي عنده، ملي حرقوه في الغابه هذاك الشيء. اذا هنا فينا الجثه ديال الناني تهامي؟ حنا ما كانش فينا الجثه ديال الناني، حيت الجثه كانت في 14/4 راه قالوا طبيبه الشريح عطاتها 440، ولكن 440 راه ما كايناش في القبر ديالها، هي الجثه استئصال الاعضاء، حاجه خاصنا نعرفوا الطبيب اللي كان ديك الساعه. هنا الحاجه الخطيره جدا في هذا الملف هي علاش بغاو يخبيو الاعضاء؟ لان الغرض منه ماشي الدراري اللي قتلو، ولكن شكون اللي كملها؟
ما عرف خاصنا نعرفوا شكون اللي حي هذه تكوين عصابه اجراميه خاصو يتابع مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي ماشي بالقتل العمد هما تابعين بالقتل العمد هذوك الوالد ولكن ماشي بوحدهم قتلوا راه قتلوا شكون اللي حي شكون هو من حي هذا الشيء شكون هو اللي حرق وحيد الاعضاء هالصور كاين الجثه هالصور الجثه خاصنا نعرفوها لان الجثه اللي كتقول طبيبه التشريح راه ديال 14/3 راه ماشي ديال 3/4 لان شفت قلت لك باقي بهذا ولكن كانت دي تخبص ونزغال حيدي لي حيدو من تما قدام ديك الفيلا اذا حنا راه ما غنسكاوش على هاد الملف عندك شي واحد يسحب راسو بان غادي يمول شي واحد راه ما كاين حتى واحد غيمول شي واحد حنا الحقيقه بين يدينا وهاد الجثه تتكلم الجثه حنا غنهضر بالجثه ما نهضرش حتى شي حاجه هادي الجثه ديال الناني تامي شكون اللي دار لها شي شكون حيد الاعضاء شكون اللي حيد الاعضاء دوك الدراري قتلوه شكون اللي حيد الاعضاء شكون اللي حيد الاعضاء شكون اللي داه هذاك الفيلا وقت عليه يدي ورجليه حتى واحد فوق القانون وكاين الخبره ديال الهواتف ديال الناس كانوا كيتصلوا كيفاش الفرقه الوطني لان الوكيل العام الملك ده انذاك ملي ما كانش عارف الواقعه قبل من 3/4 3/4 3/4 راه قاو جوج محروق من بعد اما ملي حيدوا لي الاعضاء داو طبيبه التشريح خاص يفهم الراي العام هذا الشيء لان حنا ما كنهضروش من فراغ هذا هو الحقيقه ديال بناني تامي واش الناس كيكذبوا يقولوا هادوك ما قتلوش ما قتلوش هادوك قتلوا هي اللي قتل عند ولكن اللي كمل الجريمه خاص يكون الباقي خاص كان باقي الدماغ حي ها هما اللي كملوا الجريمه اطباء شكون هما الاطباء اللي دايرين كاين لامورك كيس ديال لامورك فينا هو شكون اللي كاين انا الوكيل العام للملك راه ما خدني حتى 3/4 تلقات الجثه ماشي 3/4 كنهضروا كنهضروا على 14/3 14/3 هي فيها فرق 440 وفينا الجثه من بعد ملي جابوها يمكن ديك الهضره اللي كتقول ديك الشاهده اللي كتقول الحياه العالميه دارت الدف في القران يمكن صحيح يمكن قتلوه حرقوه لحف بحر لان من جا الدرك الملكي حيدوا الدرك الملكي الوكيل العام ما كماش الدرك الملكي مشى للملف في الشرطه القضائيه باش يبقى يتابع المديريه الامن هنا حاجه في نفس يعقوب فين تقتل الناري تامي وشكون اللي تستر على الجريمه بهذا الحد وفين هما لان كاين العميد الشرطه مختفوا من نهار تقاتل نهار شدوا في 2019 قال باننا ربطنا الاتصال بين مشرحه ديال الرحمه وبنو رشد فين الارساليه ديال بنو رشد 2007 كنهضر لكم انا على 3/7 اما 14/3 فاش بناني تامي داروا لي هادشي كله في ديك الساعه ملي لقاو جندارم كانوا حيدوا من هنا حيدوا لي مشاو قطعوا لي يديه وحرقوا لي راسو باش يخفيو ما كايناش جثه فينا هي الجثه ديال ثلاثه اللي لقاو الدرك في 3/4 فينا هي القاضي الشريح شافته قالت لك بيبض وزويوين باقي ما حرقوش لي راسو في 3/14/3 حيت هو تختفى في 14/3 هو باين بحال محروق ولكن لاستيك ها هو قالت لك الطبيبه تشري هذيك مولات النعناع قالت لك خوي لي راسي راسي خاتو في خنشه ديال لامورك كيفاش دار هذاك الدري في خنشه ديال لامورك خضراء اذا الناس مورطين في الاعضاء الطبيبه تشري براسها كتقول ملي تلقات جوتها سون زوغان قالتها قبل راه قالتها راه حيت هي جات لها 14/3 اما فينا هي جوتها من بعد 3/4 فينا هي اول مره لان ما يمكنش بقى نخبيو الحقيقه خاصة الجثه تتكلم الجثه تتكلم ما حقا يهضر حتى واحد حنا خليو الجثه ديال بناني تامي تهضر ها هي الجثه بلا ما نهضروا حنا ها هي الجثه ديال بناني واش هذه محيدين لها الاعضاء ولا لا شكون اللي كان بنو رشد ملي جات ديك الخنشه ديال لامور هنا كنت درت انا تكوين عصابه اجراميه من بعد 11/2 ها هي ملي هذا تلقى محروق ها هو الراس ها هو واش شي واحد كيتوقع ولده يتصور ولده واقع عليه هذا الشيء يبقى عادي ما يمكنش واحد ولده يديروا لي هذا الشيء كله بداو يضربوا فيه ما يمكنش انا محاميه كنهضر على الحق والقانون بداو يضربوا فيا انا كنهضر على العداله يديروا خليات بداو كيضربوا في المحامي يضربوا في الام يديروا خاصه نعرفوا شكون الصفه ديال الناس اللي وراء هذا الملف اللي باقي لحد الساعه باقي انت واش الملف بناني تامي كيهمو واش الوالده ديالي ما عطاتهم باش يهضروا على هذا الملف ما عندهم الصفه لان الوالده ديالي من حقها تعطي لاي واحد الاذن باش يهضر على ولدها لان المحاميه كنهضر على الحقيقه والقانون لان ماشي جيت درت هكا
شي نشر زعما مغالطات، لان هذاك ولد الماني تامي، ولد حياه، ماشي ولد ولد مجتمع. ما يمكنش نجيبوا شي ناس ما عندهم حتى علاقه بالمدن ويوهموا في القانون.